الشيخ تمو هلارين كدلبتية مدهوين حسن الشيخ محاوي هاي هلك نارين دلبدين محاسي كو الجهنة حي لديه ودن بي كتهنا مغالدة لاسعانو دي حرمتو قبل كسول يا عصدي أرين كان محاس مركاسي وفايدين يا قودهان ريسي سيخا تمو عصيغن لو قدبي مدهوين حسن الشيخ هذي هو أقبلو مقال كان أيام كفلان قين دونا هدو الله هود لو قرادي لسعو أينو كبلوني قراد شاما قراد علي وكمدا حقانكا سري دقن كيسي سي خاتمو والله هذي ورباهين تايا سيادك وحالي حالة مغالة لاسعانود يدقال كولي كل جيران عيدا مدى سومالي لان وغورين قراد كايا شيعاك قادي إن ريل آسعانود دقال كان لو خصبي سوو إذي ما هو جيدي حكومة سومالي لان قراد شاما هيا سيدو كلافرين على صدري دولة سوماليا وحون الشيقين مسولي دوين ايكا سارن تهي عرين تلاسعانو دا سيدو كلافرين تلماوين دولة فدرال كي دونيسو إني دهده هادين نغوطة دقالكا سي أروال قلسة لاودرينا واسيدو حال كوديقي إدي مسولي دان سارن تهي يا المودولي إني كي دولمي يودي يكي لدلميني إيسلي دهي ودرال قلي ودولة الصومالية يوري قراتكو وحاكرا ودلا بالسودري مدهوين حسن شيخ محمود سو باغين وقوان لبا كاقاتو على دلا سعنود سيدو كلاو عدي موقف كا دولة فدرال كي كوادن دقال كي سيسي خاتون يي سومالي لان قراد شاما قراد علي يا سيدو كلاو ريسي انكو شيغين دولة دهه لغرو اني عالم كو شيكتو عيد قردران لودرنا مع دامي حالدو فراها كسي بحيسو ولينا او صوت الدقال كو ديك بدن كو دادان ايو ايه صول حضر كان ايه كسو هاد ايو ايدو حسكي كو دلولي خطبة دي او تي دي مدحوين حسن شيخ او كغاها دي دقال كلاس عانود سوكو فرين او دري لبادرنا تاسيو عاركي مدحوينو انو كغابسان ايو ايه دي انتا سوماليلان غرادكا ايو هاو عاركو كدوفتي انو مدحوينا او سي بريد او تاقيرو إذا مركزي حقا كوسوغان إذا مركزي قردرانا قردرا دي دا لطسو لابداسي إذا هالكاسي سكور فريي مغالا لا سعنونا لكالاقادو مركزي حالكا لسكوي مبادا ميسكا ودا حدالكا قراد شاما وحركا ايو قدي داسو دوني سدهدا ايكو داقان ايسي سي خاتمو ايوحا وشيغين ايكو قوان تهي اين داقالكن حالو قارو سيدو كلا مامنك حق ديركا ووهو قامي مصبيه اغاسا راقو دهان قبل دي سيسي خاتمو ارسيقي ييدن كي سبا عبلدي كو دلولي يكادا دي قرون كي ستاديوم مقدشو يا مدحونا فدرال كسوماليا مدرا حسن شيخ محمود وحاو شيغي انو كفر حسن ياي عالان كلاغتا ايما غالد لاسانو دي حرمتا قبل كسول ومدوكو دواد سيني تموسانا لاغتا اغين هو حملي دغالكي كل جير اوغ سوماليلان او شيغين اي حقو ديريان بلسي غرايسكا او كيو فايديسن اي ماركاسي حالكا كسو ييري مدحوينها سوماليا يي منيمدا اومدا سومالييد يي كلا غوينتا لو ريوين ان دلكن كلا غويو ايا وها او شيغي ان او توسو تاغيرو ايدا منيمدا يي نبد يي قرشها لازم عشان دلك سوماليا ان كلا جيرنا ان ريوين او شيغي ان يديدين مامولك سومالان وحبت كغرا عياد المساكين او كدغنا نغلا لا سانو دي حرنتو غول كسول ادبا غرات كادلكيسا يا وها لا غدنسن كرا ان مامولك سومالان او اسكو ديي ان وحو كمقونيو دد شعبا حبيتان كودا او ان اي كبيران والهودا توسنا وستان دولدا فدرالك سوماليا ايو مروا ريمينين لا كلا جرو سيدو كلا وأنا مقالة لا سانو دي حرون تقوب الكسول الدولات كيدا حكاد عايد دقال حوغن اوريح يمام الكسول ميلان يعيد مدى يسي سي خاتم يهوانتا كواسي وعلا وحالكاسي كود دقالمو حانا قد دقال خرار وحالكاسي كداعي يقول ووين كسوليين إذا مدى حقو در الكيسي سي خاتمو إسي سي خاتمو حالارين كدلبتي مدى حوين حسن شيخ محاوي هاي هالك نارين دلبدين محاسي كو الجهن
xeeladihii ugu dambeeyey ee ka tahaynaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul ayaa codsaday arrinkan. Maxaase markaasi uu faa'iideynayaa guud ahaan reer CC Khatumo codsigan loo gudbiyey madaxweyne xasan sheekh haddii uu aqbalo. Muqaalkan ayaan ku falanqayn doonaa hadduu allah awood loo ogolaaday la soco. aynu ku bilownay garaad shaama garaad cali oo ka mid ah hoggaanka sare ee dhaqanka SSC Khatumo oo la hadlay warbaahinta ayaa si adag uga hadlay xaaladda magaalada laascaanood iyo dagaalka weli kula jiraan ciidamada Soomaaliland. ugu horreyn garaadka ayaa shaaca ka qaaday in reer laascaanood dagaalkan lagu khasbay isagoo eedeymaha ugu jeediyey xukuumadda Soomaaliland. garaad shaama ayaa sidoo kale fariin culus u diray dowladda Soomaaliya wuxuuna sheegay in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay arrinta laascaanood. sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda federaalk ay doonayso inay dhexdhexaadin noqoto dagaalka si ay u raaligeliso labada dhinac. waa siduu hadalka u dhigay iday mas-uuliyaddan saaran tahay ayaa moodo weli in kii dulmiga waday iyo kii la dulminayay ay isleedahay wada raaligeli waa dowladda Soomaaliya, ayuu yiri garaadku. waxaa kale oo dalab la soo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo u baaqay inuu go-aan dhab ah ka qaato colaadda laascaanood. sidoo kale uu caddeeyey mowqifka dowladda federaalka ee ku aadan dagaalkii SSC Khatumo iyo Soomaaliland. garaad shaama garaad cali ayaa sidoo kale wareysigan ku sheegay in dowladda dhexe laga rabo inay caalamka u sheegto cidda gardaran labada dhinac maadaama ay xaaladdu faraha kasii baxayso welina uu socdo dagaalka uu dhiig badan ku daadanayo ee sool. hadalkan ayaa ku soo aadayo ayadoo xiskii kooda luuliya khudbadii uu jeediyey madaxweyne xasan sheekh uu kaga hadlay dagaalka laascaanood isagoo fariin u diray labada dhinac taasi uu arkay madaxweynuhu inuu ka gaabsanayo eedeynta Soomaaliland. garaadka ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in madaxweynaha uu si bareer u taageero ciidda markaasi xaqa ku sugan ciidda markaasi gardaranna gardaradeeda la tuso. labadaasi ciidan halkaasi isku hor fadhiyay ee magaalada laascaanoodna la kala qaado oo markaasi xal kale isku yimaada miiska wadahadalka. garaad shaama oo horkacayo guddida 33-da ee ku dhaqanay SSC Khatumo ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in dagaalkan xal loo gaaro. sidoo kalena maamulka xagjirka uu hoggaamiyo Muuse Biixe laga saara guud ahaan gobollada SSC Khatumo asiga iyo ciidankiisaba. habladii kooda luuliyo ee ka dhacday garoonka stadium Muqdisho ayaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay calanka laga taagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul oo muddo ku dhawaad 15 sano laga taagin. wuxuu u hambalyeyey dagaalka ay kula jiraan xooga Soomaaliland oo uu sheegay inay xaq u dirayaan balse garaadka oo kaga faa'iideysanaya markaasi xaalka kasoo yeeray madaxweynaha Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kala goynta aan loo rabin in dalkan la kala gooyo ayaa waxa uu sheegay inuu toos u taageero cidda midnimada iyo nabadda iyo qorshaha laadmacsan dalka Soomaaliya in la kala jirana aan rabin oo uu sheegay inay diidan yihiin maamulka Soomaaliland oo xabad ku garaacaya dad masaakiin ah oo ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul. haddaba garaadka hadalkiisa ayaa waxaa laga dhadhansan karaa in maamulka Soomaaliland uu isku dayay inuu xoog ku maquuniyo dad shacaba rabitaankooda u ah inay ku biiraan walaalahooda toosna u hoostaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu uma rabo rabin in la kala jaro. sidoo kale dhowaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul duleedkeeda ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya maamulka Soomaaliland iyo ciidamada SSC Khatumo iyo Hugaanta kuwaasi oo alaab halkaasi ku dagaalamo. waxaana dagaal qaraar uu halkaasi ka dhacay ay guulo waaweyn ka soo yeeyeen ciidamada xaq u dirirka SSC Khatumo.